فاضل لنا آخر إصحاح في فيلبي، ناخد بقى فيلبي 4 أول جزء. إحنا بندرس فيلبي من زاوية الشبع، إزاي الواحد يبقى شبعان بربنا، ولما شبعان هيكون حاسس بإيه. والرسالة دي اخترتها عشان على قد ما بولس ظروفه قاسية، على قد ما كلامه كله إيجابي فرحان، ده معناه إنه شبعان، شبعان رغم الظروف وعنده سلام وبيقول للناس افرح. بيقول إذن يا إخوتي الأحباء، فيلبي 4، والمشتاق إليهم يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. احنا قلنا دي أكتر رسالة فيها دلع، لأنه بيحب بتوع فيلبي قوي، وهو فرحان في السجن شبعان، والشبعان يحس انه ايه، بيدلدق حب زي ما قلنا كده، يبقى باصص لكل الناس بحب. فتلاحظوا دي كلمات ما كانش يستخدمها كتير، وحشتوني، مشتاق اليكم، انتوا سروري، انتوا اكليلي. لو كل واحده فيكم بصت لعيالها انتوا اكليلي اللي هقف بيه قدام ربنا، يعني لما تبقوا ماسكين في ربنا اقف كده قدامه اقول له دول ولادي يا رب، ماسكين فيك. ولو كل خادم عنده فصل كده يقول لعياله انتوا اكليلي، وكل كاهن يقول لشعبه انتوا اكليلي، انتوا اللي هفتخر بيكوا قدام ربنا. ويا سروري معناه انك بتفرح بالناس، مش بتفرح بنفسك. دي علامة من علامات الحب الحقيقي، انك لما تشوف الناس تفرح، ولما تفكر فيهم تفرح، ولما تخدمهم تفرح. فبيقول لهم انتوا سروري. طبعا في ناس بتستخدم كلمات عكس كده، يا همي يا نكدي يا غلبي يا مش عارف ايه. لا، في العلاقات السليمة تبقى انت ايه، يا فرحي يا حبيبي كده يعني. اثبتوا هكذا في الرب ايها الاحباء، اطلب الى افودية واطلب الى سنتيخي ان تفتكر فكرا واحدا في الرب. يبدو ان افودية وسنتيخي دي خادمتين بس مش اصحاب يعني، فايه، ودي ظاهره في كل جيل، ان الستات ساعات ايه ما يعرفوش يشتغلوا مع بعض. فقال ايه، اتفاهموا مع بعض، يعني الاتنين دول كويسين جوه الكنيسه. فبيقول يبقى واضح انها زي اي كنيسه فيها مشاكلها برضه، رغم انه بيقول كلام عالي قوي وفرحان، بس لا، لازم نحب بعض. فبيقول انا بطلب من فلانه وفلانه يفكروا مع بعض عشان ما يبقاش كل واحدة ماشية بدماغ. نعم أسألك أنت أيضا يا شريك المخلص. هنا الأباء احتاروا كان بيكلم مين، بس يبدو أنه ده أسقف فيلبي، عشان كده بيقول له يا شريك المخلص. احتاروا الأباء يا ترى أنهي شخص ده اللي بيقول عليه كده، ممكن يبقى أفروديتوس نفسه اللي هو كان ذكره في نص الرسالة. ساعد هاتين اللي هما الخادمتين دول اللتين جاهدتا معي في الإنجيل. يبقى رغم ان هما مش بيخبطوا في بعض، مازال بيبص لهم على ان دول ايه، دول تعبوا معانا في الإنجيل، دول خادمات كويسين، حتى لو فيهم عيب ان هما مش بيتفهموا، معلش دول جاهدتا معي في الإنجيل، تعبوا معايا في الخدمة. مع كليماندوس ايضا وباقي العاملين معي الذين اسمعهم في سفر الحياة. بعض المفسرين بيقولوا كليماندوس ده بقى أسقف بعد كده، وده بنسميه من الآباء الرسوليين. معرفش انتوا تعرفوا المعلومة دي ولا لا، ايه الفرق بين كلمة الآباء الرسل والآباء الرسوليين؟ فرق كبير. الآباء الرسل دول ال 12 وال70 اللي رسمهم المسيح بنفسه. الآباء الرسوليين اللي رسموهم الرسل. فهمتوا الفكرة؟ فكليماندوس ده تلميذ بولس، وفي كليماندوس تاني تلميذ بطرس، ودول بقوا أساقفة في آخر القرن الأول بعد ما بولس وبطرس راحوا السماء. فغالبا بيقولوا كليماندوس ده اللي له رسائل، اللي يدرس باترولوجي عارف رسائل القديس كليماندوس كواحد من الآباء الرسوليين، اللي هو السكند النكست جينيريشن على طول بعد الرسل يعني. وباقي العاملين معي الذين أسمائهم في سفر الحياة. اللي فرحان دايما فاكر حاجة تفرحه، ايه الحاجة اللي تفرحك؟ ان اسمك مكتوب. فاكرين المسيح قال المعنى ده لما رجعوا التلاميذ فرحانين من يوم خدمة، قالوا له ده الشياطين بيخضعوا لينا
قال لهم لا تفرحوا بهذا، ها افرحوا بالحري أن أسماءكم مكتوبة في سفر الحياة. تبقى بولس بياخد عن كلام المسيح ويقول لما يذكر الفرح يذكر كمان معاه فكرة إيه؟ أسماءكم مكتوبة. حاجة كبيرة قوي إن اسمك يبقى مكتوب في السماء. افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. يبقى تكررت كلمة افرحوا كتير قوي في الرسالة، وهو بيقول عن نفسه إنه فرحان أكتر من مرة. وإحنا اتفقنا إن كلمة افرحوا معناها بتيجي kind of order، يعني rejoice ده معناه إنك تختار تبقى فرحان، إنك تطرد الزعل، إنك تقاوم الحزن، إنك ما تستسلمش للأفكار الحزينة، وتبقى عاوز تجيب أفكار تفرحك. تعرفين النهاردة العلم مشغول بحاجة اسمها CBT Cognitive Behavioral Therapy عشان تغير المود، غير الدماغ. طبعا غير الدماغ دي أصلا اعمل دماغ يعني، بس اعملها بطريقة سليمة. لما تفكر صح تنفعل صح. تصوروا مثلا واحدة بتفكر وأنا سايقة هعمل حادثة، بتفكر كده هتحس بإيه؟ برعب أو بخوف مش كده؟ ولو في نفس اللحظة فكرت أنا بعد نص ساعة هقابل بنتي بقالي شهر ما شفتهاش، هتحس بإيه؟ فرحانة ومبسوط. يبقى الدماغ هي اللي بتنعكس على مشاعرك. فكلمة افرحوا، احنا نقول افرحوا دي مشاعر. هجيبها ازاي؟ تجيبها من هنا. فكر بطريقة حلوة صح، زي أسماءكم مكتوبة في سفر الحياة، زي العاملين معي. يعني حاجة كبيرة أو أنك تشتغل مع ربنا ومع القديسين بتوع ربنا، دي حاجة قليلة أنك تخدم معهم. فدي أفكار إيجابية لما تحطها في دماغك تلاقي مشاعرك حلوة فرحان. فكلمة افرح تبدو غريبة ليه؟ لأنه مرة بقول له واحد كده يا حبيبي حاول تفرح، قال لي يعني أدوس على زرار عشان أفرح؟ هو أصله الناس بتستغرب الكلمة ليه؟ لأنه it sounds like feelings and I do not have any control on my feelings. لا، you have on your thoughts. وده معناه انه هينزل على الفيلينجز. فاهمين الفكرة؟ عشان كده تلاحظوا ان المسيح ربطهم ببعض في جملة واحدة، قال من القلب تخرج الافكار الشريرة، قال كده. ف when you control your mind you can control your feelings. افرحوا كل حين واقول ايضا افرحوا. طبعا كل حين دي تغطي المشاكل والهموم والاحداث والاوجاع، خليك فرحان على طول. ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. الحلم هنا مش الدريمز، ها your gentleness، يعني الحلم اللي هو شبه كلمة الوداعة شوي، يعني decency meekness humbleness، حتة الطيبة دي والذوق الزيادة والأدب الزيادة. خلي الناس كلها تشوف. ليه؟ عشان الناس تعرف حلاوة المسيح. ودي علامة من علامات الشبع. كنا بنتكلم عن نفس الشبعانة، النفس بشبعانة بربنا تلاقي فيها طولة البال والطيبة والوداعة طلعة تلقائي، تلاقيها مش معتعمل مجهود. يعني احنا ساعات نقعد نفرمل في اعصابنا كده لان في عصبيه جوه، ده لانك مش شبعان. لكن لو شبعان بربنا تلاقي الحلم معروف عند الناس، يعني الناس شايفاك حليم. طب الكلمه دي اتقالت بالذات على مين؟ على موسى، لان موسى كان بيقود شعب متعب جدا وضخم جدا، وقال لم يكن مثل موسى، كان حليم اكثر من جميع الساكنين على الارض، يعني ريكورد في الحلم. يعني الرب قريب، دي كلمة مريحة قوي. الرب قريب Lord is at hand، يعني لو في حاجة مضايقك تعمل ايه؟ اديها له بس خلاص. في موضوع شغلك طلعه من هنا وحطه في ايده وخلاص. فانت ليه تفضل شايل شيلة؟ اي فكرة مضايقك، اي موضوع ملخبطك، اي قلق على المستقبل، الرب قريب، ربنا ماشي جنبك، عاوزك تشيله، ما عندوش مشكلة يشيله. والرب قريب بمعناها كمان الكبير انه جاي، يعني كده كده العمر ده هيخلص والدنيا دي هتخلص، الدنيا نفسها هتقفل بعد شوي،
طيب خلاص، يبقى يعني مفيش حاجة تستاهل إن احنا ننشغل بيها زيادة ونقلق ونزعل، وما الرب قريب بدلها تخلص يبقى الحكاية ما تستاهلش الزعل. يبقى كلها أفكار تمشي مع واحد شبعان. الشبعان حاسس ربنا قريب قوي، الشبعان باله طويل حليم، الشبعان فرحان ويفرح اللي حواليه، والشبعان يشوف أجمل ما في اللي حواليه، زي بولس اللي قدر يشوف سنتيخي وأفودية جاهدتا معي في الإنجيل، بس فاضل لهم حتى يتفاهموا مع بعض. يبقى مكبر الحاجة الحلوة ومصغر العيب. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. بصوا لو نسيتوا فيليبي كلها في موضوع الشبع، الآية دي في رأيي أهم آية، ده مفتاح الشبع بقى. عاوز تبقى شبعان بربنا، هي دي بقى. يقول إيه؟ In everything be anxious for nothing، يعني do not worry، be anxious for nothing، in everything by prayer and supplication with thanksgiving. ما تسيبش القلق يدخل دماغك أبدا، حطه أول بأول في الصلاة وعيش في حالة شكر رضا. لما توصل لدي هيحصل إيه بقى؟ يبقى حطيت كل طلباتك عند ربنا، خلاص بقيت أنت خفيف خالص في الدنيا دي، ماشي مش شايل حاجة. يقول ساعتها سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. هي دي حالة الشبع، أن يكون عندك سلام مالي قلبك، يعني دماغك رايقة، ومالي عقلك دماغك رايقة، ومالي قلبك يعني نفسيتك هادية. هادي الشبع بقى، الدماغ دي رايقة. طب ما فيه هموم كتير ومشاكل كتير، معلش كله عند ربنا، كله يتحل، كله بأوانه، والنفسية هادية. ليه؟ لأنه خلاص ربنا اللي شايل مش أنا اللي شايل. مجرد تعلم طلباتكم زي ايه؟ علم. عارفين كانوا زمان في المكاتب الحكومية يقول لك علم، طبعا المفروض علم وينفذ، كان ده يعني العاش في مصر كتير فاهم الكلام ده. كأن السماء بتقول لك علم، يعني خدنا خبر، خلاص خدنا خبر فلان عيان يا رب، خدنا خبر خلاص، طلعوا من دماغك بقى، بقى عند السماويين دلوقتي الخبر وصل. وينفذ دي بقى صاحب الشأن هو اللي يقول، في حاجات علم وينفذ وفي حاجات علم فقط. ليه؟ لأن ربنا حكمته عالية، في حاجات يعملها زي ما انت عاوزها وفي حاجات يعملها زي ما هو عاوزها، لأن اللي هو عاوزه بيطلع أحلى. لكن في كل الأحوال ايه؟ تعلم طلباتكم لدى الله. يبقى الطلب اللي شغلك معروف عند ربنا، خلاص بعد كده انت هو حر بقى، هو بيعمل أحسن حاجة. يفوق كل عقل، تعبير جميل، سلام يجنن. يعني ايه؟ يعني الناس العقلانيين يستغربوا من الناس المسيحيين. مش معنى كده المسيحيين ما عندهمش عقل، لا، المسيحيين عقلهم مرتاح لانه عارفين يرموا على ربنا. فالجماعة العقلانيين لما يتعاملوا معاكم يقولوا انتوا جايبين الروقان ده منين؟ جايبين السلام ده منين؟ عايشين وكأنه مفيش مشاكل، ازاي؟ مش انتوا عندكم مشاكل زينا؟ احكي لكم حكاية سمعتها من كاهن الله ينيح روحه سبقنا للسماء، كانت حكاية جميلة قوي. يقولوا موظف كان اظن في الاسماعيلية او حاجة، مسيحي عنده 4 عيال وفي مكتب حكومة، ومعاه موظف تاني مش تبعنا ما عندوش عيال، والاتنين بياخدوا نفس المرتب. وبعدين الموظف التاني بيقول له يا اخي انا متغاظ منك، احنا بناخد نفس المرتب، انا مش عارف ازاي انت بتكفي عيالك وانا مش مكفي انا ومراتي بنفس المرتب. فقال له اقول لك بس ما تلبخش يعني، اصل انا بدي الفلوس المرتب لواحد اقول له اصرف علينا. فقال له طب ما تلحقني بيه ده. قال له هقول لك بس اسمه يسوع المسيح. امشتهم. المهم بعد شهر، خلي بالكم بقى، هو كل يوم يجي الموظف المسيحي نفسيته حلوة ومبسوط، والتاني جاي مضغص. فبعد شهر شد كرسي كده وقال له هو أنا أقابله إزاي الراجل ده؟
وابتدى يقرب من ربنا. معنى كده اللي عنده سلام فعلا ده بيكرز من غير وعظ. واضحة؟ لما الواحد يكون عايش فرحان بربنا الناس كلها نفسها تبقى فرحانة فيتشدوا للفرحان. عشان كده الكتاب يقول فرح الرب قوتكم، تبقى قوي لما تبقى فرحان رغم الظروف. فالناس تبقى بص عليك، لا انت عندك حاجة مش عندنا اكيد، اللي هو ربنا. ايوه انا معايا ربنا الحقيقي، انتوا ما عندكوش. فربنا الحقيقي بيخليني فرحان، فتعزمهم على ربنا بقى. فبيقول سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. اخيرا ايها الاخوه، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، ان كان فضيلا ان كان مدح، في هذه افتكروا. يعني عارفين لما تيجي تقول لاولادك كده، بص حبيبي تصلي حلو، تقرا الانجيل حلو، تروح الكنيسه حلو، يعني تتعلم تحفظ مزمور حلو، تلعب رياضه حلو، تلعب موسيقى حلو، تساعد ماما في البيت يعني في حاجات كتيره قوي تتعمل حلو. ليه نبص بقى على الحاجات الغلط؟ ساعات الدنيا بتقول لنا ما ينفعش تقضي يومك من غير ما تغلط. لا بالعكس، الطبيعي انك تقضي يومك في حاجات كتيره قوي ممكن تتعمل كلها حلو. فكأنه بيقول مش مستحيل ابدا ان المسيح يعيش اي حاجه فيها حق او جليل او عادل او طاهر او مسر او صيته حسن، فوش غلط يعني. في هذه افتكر، يعني ما تطلعش بره الحاجات الصح، خليك دايما في الاطار المظبوط، فكر في الحاجات المظبوطه اللي ما تشوهش جمالك وبراءتك. وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في فهذا فعله. يعني ايه؟ بولس تاني زي ما قال تمثلوا بي في اول اصحاح، بيقول لهم بصوا علي. هنا هو كأب بيكلم عياله، دي ما فيهاش كبرياء، بيقول لهم اعملوا زي اديك شفتوا انا عشت معاكم كذا شهر. بولس عاش مع فيليبي، كنت بحب الناس كلها، بصلي وبخدم وفرحان، ما تعملوا زي ما انتوا سمعتوني وشفتوني وتعلمتوا مني. يبقى التلمذة هنا يا احبائي اساس للحياة المسيحية. عشان كده المسيح قال اذهبوا وتلمذوا جميع الامم، مش وعظوا. الوعظ ما يغيرش في الناس كتير، المعايشة. المعايشة لما تقرب من شخص بيحب ربنا تاخد عنه حاجات ما تتقالش في الوعظ. واضحة؟ هي دي المسيحية الصح، تيجي بالعيشة. لأن في قديسين كتار ما كانوش يتكلموا، ومن العذراء أكتر واحد، لكن طبعا اللي يقرب منها طبعا ياخد من طبعه. يقول وإله السلام يكون معكم. ثم أني فرحت بالرب جدا. شوفوا عمال يتكلم عن الفرح، هو خلاص بيختم الرسالة، وبعدين افتكر حاجة عاوز يقولها. احنا في آخر إصحاح، فرحت قوي بس عاوز يقول ايه؟ اصل هم بعتوا له عيش وحلاوه على السجن، بعتوا له شويه تبرعات، فعاوز يشكرهم. بس هو بيفكر ازاي؟ لو شكر زياده كانه بيقول لهم ايه؟ ابعتوا تاني، وهم الناس كمان غلابه ومضغوطين، فعاوز يحطها بالشياكه يعني. يعني عاوز يشكر ويقدر، لكن عاوز ياكد ما تبعتوش تاني، انا مش محتاج. فهنا ما قالش فرحت بالهدية قوي، لا انا فرحت بربنا قوي. ايه بايه يعني؟ فبيقول فرحت بربنا قوي لانكم الان قد اظهر بالعربي الفصحى من ظهر فلاور، يعني حبكم ليا طلع ورد. فاهمين المعنى؟ انتوا بتحبوني من بعيد، اخيرا عرفتوا تعملوا زي ايه؟ expression of love. لما بعتوا لي شوية خير على السجن، يعني انا شفت الوردة الجميلة اللي جات من حبكم دي. اظهر ايضا مرة اعتناءكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة. ما هو في روما وهم في اليونان، لما كان معاهم في فيليبي كانوا بيخدموه طبعا وحواليه، لكن لما بقى في سجن روما مش عارفين. فلما بعتوا شوية خير على السجن
فبيقول لهم أنا فرحت قوي بالمحبة اللي جبتوها دي والبركة اللي بعتوها دي، ليس أني أقول من جهة احتياج، يعني اوعى تفتكروا كلامي أنه إيه ابعتوا تاني، لا لا، not that I speak in regard to needs. وبعدين بقى إيه حب يديهم درس تاني، فبيقول حاجة جميلة، إني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، يعني لو السجن ما فيهوش أكل أنا برضو مبسوط، فأنا مش واقف خالص على أكل وشرب وكلام زي كده. أعرف أن أتضع، هنا أتضع بمعنى أتذل، يعني لما ربنا يحطني، اللي منكم راح روما ممكن يشوف السجن بتاع بولس، it's very tough, it was very tough. سجن أصعب من السجون الحالية، يعني مترين في مترين وترابه ومحتفظين بيه، يعني أحد سجون. فأنا بعرف أتذل، يعني إيه بعرف أتذل؟ يعني بعرف to accommodate، بعرف أتعايش مع أي حاجة، ما بتضايقش. لو أنا مريض ما عنديش مشكلة، وأنا صحيح ما عنديش مشكلة، لو الناس حواليا حلو، لو ما فيش حد حواليا حلو، لو في فلوس حلو، ما فيش فلوس حلو، كله حلو. بس بيقول هنا إيه، أنا تعلمت أكون مكتفي، فبعرف أنزل لتحت خالص أتضع أنقص، وأعرف أستفضل، يعني يبقى عندي بزيادة، وفي اللحظة دي عنده بزيادة لأن بعتوله خير. في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت، وبيقولها بطريقة تانية، ممكن أشبع وممكن أجوع ما عنديش مشكلة، وأن أستفضل، أستفضل يعني يطلع مني أكتر من احتياجي، وأن أنقص يعني أعرف أنقص، يعني أعرف أتعامل مع النقص، ما فيش فلوس عادي وماله نعيش، فأعرف أعمل كل حاجة. هنا قال الآية بقى الآية المشهورة بتاعته، أستطيع كل شيء في المسيح. أتاري أستطيع كل شيء مش معناها معجزات، خلي بالكم، لأن في ناس بتفتكر الآية دي معناها إيه، أنا أقدر أعمل معجزات بالمسيح، وما كانش يقصد كده، ده هو يقصد أن أنا بالمسيح أقدر أتكيف مع أي ظروف، والمعنى ده بقى أسهل في التطبيق، more practical. ليه؟ لو مثلا الناس ناسيينك تكتئبي بقى وتتضايقي، لا لا، تعرفي تشبعي بربنا، الناس حواليك تخدميهم وتفرحي بيهم، صحتك مش قوي مبسوطة برضو بربنا، صحتك حلوة تنزلي تخدمي ومبسوطة بربنا، فهنا أعرف أكون مكتفيا بما أنا فيه. تلاحظوا هنا في النص استخدم كلمتين مهمين قوي، قال تعلمت وقال تدربت. اللي احنا بنعمله هنا ده تعلمته، اللي انتوا هتعملوه بعد المؤتمر ايه؟ تدربته، يعني you have to train yourself، train yourself انك تبقى satisfied بكل حاجة، train yourself انك تشكر ربنا على كل حاجة، train yourself ان كل حاجة تضايقك تحطها في ايد ربنا، train yourself انك تحب اللي حواليك اكتر من الاول، it's kind of training. فهمتوا المعنى؟ تعلمت دي انت خدت الفكر، خدت المعنى، خدت الوصية، فهمت يعني ايه شبع روحي، يعني ايه ممكن تبقى عايز happier بربنا، بس كلام كده يطير، لا لازم عليك الحتة بقى المهمة ايه، go and exercise, do your part. لكن تعلمت يعني مجرد فهمت، استقبلت، فهنا استخدم كلمتين بحكمة طبعا، انا تعلمت وفي كل حاجة تدربت، في كل شيء تدربت، يعني in every single detail I had my exercise. يعني يبقى الواحد بيتدرب حتى ايه، يمنع نفسه من القهوة في لحظة، طب وماله، حاجات صغيرة ممكن، عشان ما يبقاش متعلق بيها زيادة، تعطله عن صيام ولا تعطله عن تناول، يبقى كل حاجة عاوزة kind of training. يبقى كلمة I know وبعد كده I have learned، I have learned بمعنى I exercised، I had my experience، I trained myself. أوكي؟ يبقى الجزء ده علمنا حاجات مهمة في الشبع، قال لنا أن اللي عاوز يشبع يرمي كل حاجة، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر،
اللي عاوز يشبع يفرح بربنا ويركز في فرحه بربنا، اللي عاوز يشبع يكون مكتفيا بما هو فيه، ما يبصش حواليه، ما يقولش ليه، لا ليه ده ايه اللي ربنا يجيبه حلو، فيش ليه خالص، زي ما تحب يا رب، اللي انت عاوزه اعمله، انت تعمل اللي انت عاوزه، واحنا نقول ايه علمنا كيفنا بقى، عودنا احنا نقبل منك ونتعود على اللي انت عاوزه يا رب. ساعتها تقول المسيح يقويني عشان اتحمل اللي انا فيه، لو كان مرض او تجربه او ظلم او وجع، طب ربنا يقويك، طالما سمح بكده يبقى ده مفيد ليك مش ضرر عليك، فما تبقاش خايف.